ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم اخوكم معاذ رأفت في المحاضرة بتاعت النهاردة. هنتكلم عن موضوع لذيذ جدا 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 جدا، حتى في المذاكرة وفي الامتحان، اسمه Tolerance و Autoimmune. موضوعين كده مرتبطين جدا جدا ببعض، فهنحاول نلمهم في المحاضرة النهاردة والدنيا تبقى لذيذة بإذن الله، بس محتاجين تركزوا معايا قوي قوي قوي. محتاجين قبل ما نتكلم خالص ان احنا نستوعب القصة دي. دلوقتي خلينا نتخيل ان سيف ده عيل صغير، بس هو عنده طار عند نبيل. سيف عيل صغير بس عنده طار عند نبيل، المفروض لما يكبر سيف يقتل نبيل. فنبيل كان ذكي شوية، راح لسيف وهو صغير وراح قتله. معلش القصة بقى سوية شوية، لكن هتفهمنا الدنيا اكتر. فنبيل كان ذكي شوية وراح قتل سيف وهو صغير. العكس بقى حصل هنا، بلال برضو عيل صغير بس عنده طار عند سمير، المفروض لما بلال يكبر يقتل سمير. فسمير راح عامل نفسه ذكي وراح يقتل بلال وهو صغير، راح بلال هربان منه، هرب وراح عايش في مكان بعيد، وأول ما كبر رجع وقتل سمير. معلش يمكن الدنيا ملخبطة شوية، مش عارفين ايه الدنيا، ايه القتل وايه الكلام ده كله، بس القصة دي هتفهمنا كتير جدا جدا من المحاضرة. نبدأ. يعني ايه تولرنس؟ تولرنس يا شباب باختصار كده هو immunologic unresponsiveness to specific antigen. يعني ايه؟ يعني عندنا انتيجين، الانتيجين ده المفروض المناعة بترد عليه، المفروض المناعة بتهاجمه. تولرنس بيقول لك التولرنس هو ان المناعة مش بترد على الانتيجين ده، عدم رد المناعة على الانتيجين ده. بس في شرط مهم جدا، الشرط ده ان الشخص ده يكون اميونو كومبتنت، يعني ما يكونش اميونو كومبرومايزد، سوري، يكون اميون كومبتنت يعني الاميونيتي بتاعته تكون سليمه في العاده، يعني جسمه كله الاميونيتي بتاعته سليمه، ما عندوش مرض مناعي. حلو الكلام؟ او ما عندوش، عفوا، ما عندوش حاجه تخلي المناعه تقع. التولرنس ده بيتقسم لقسمين، يا اما اوتو تولرنس يا اما اندوس تولرنس. يعني ايه اوتو تولرنس؟ اوتو تولرنس اللي هو التولرنس للانتيجنز بتاعت الجسم، الخلايا بتاعة الجسم العادية. induced tolerance ده التولرانس بتاع الحاجات اللي بره. فخلينا ناخد الموضوع ببساطة كده. أول حاجة لازم نعرف يعني إيه مناعة يا شباب، باختصار كده، أو المناعة بتتعامل إزاي في جسمنا. المناعة هي بتتعامل بحاجتين أساسيين، حاجة اسمها أنتيجين وحاجة اسمها أنتيبادي. أنت يا إما أنتيجين بالنسبة لي يا إما أنتيبادي. يعني خلايا جسمي تعتبر أنتيجين؟ أه. يعني خلايا العين تعتبر انتيجين؟ اه. خلايا الجلد تعتبر؟ ايوه، كل ده انتيجين بالنسبه لها. خلايا القلب تعتبر انتيجين؟ كل ده. العضلات بتاعتي تعتبر انتيجين؟ كل ده بالنسبه لها انتيجين. طيب ازاي المناعه مش بتهاجم الانتيجين دي؟ ما هو ده انتيجين بالنسبه لها، المفروض تهاجمه. ليه مش بتهاجمه؟ عشان بيحصل حاجه اسمها تولرنس او اوتو تولرنس. حلو الكلام، خلينا نركز بقى في السيشن عشان نعرف الكلام ده. اول حاجه عندنا الميكانيزم بتاعت التولرنس. خلينا نفهم نقطة الميكانيزم ده يا شباب، عشان عندنا حاجة اسمها سنترال ميكانيزم وحاجة اسمها بريفرال ميكانيزم. ركزوا في الكلام ده، ما تبصوش في الداتا دلوقتي، افهموا مني بعد كده بصوا في الداتا. حلو الكلام. يعني ايه سنترال تولرنس؟ تولرنس ده باختصار ان الانتيجين بيجي للخلايا المناعية وهي لسه بتتكون، وهي لسه في حالة امبريونيك لايف، في الامبريونيك لايف فهل هي لسه اماتيور، وتيجي تقتلها ديليشن او كيلينج او تعمل لها ابوبتوزيس. طبعا ده بيبقى فين؟ بيبقى في التي سيل، فتيجي للتي سيل الموجوده اللي هي لسه بتتكون دي وتروح قتلها. فين؟ في الثايموس. فين؟ في الثايموس. So the process of central tolerance eliminate T cells with high affinity. يعني ال T cells بتتقتل او بتتمحي او بيحصل لها deletion بسبب ال antigen في حالة ال embryonic life. زي ما احنا قلنا ان هي لسه صغيرة، زي مثلا القصة بتاعتنا بتاعت سيف، نبيل جاله وقتله وهو صغير، عشان كده عشان سيف ما يقتلوش وهو كبير. فده ما نسميه بالنيجاتيف سيلكشن يا شباب، ده نسميه بالنيجاتيف سيلكشن، ان هي الانتيجين يعدي على الانتي بودي او التي سيل وهي صغيره، او الخلايا المناعيه وهي صغيره، ويقتلها. حلو الكلام لحد دلوقتي. عندنا سنترال بي سيل، طبعا احنا اتكلمنا على السنترال بي تي سيل تولرانس. اما البي سيل، البي سيلز نفس الكلام، بس هي بتختلف ان هي في البومرو،
حلو الكلام. هي برضو الانتيجين بيعدي عليها وبيقتلها، بحاجة اسمها نيجاتيف سيلكشن، حاجة اسمها نيجاتيف سيلكشن. او حاجة يا شباب خاصة بالبي سيل، بيقول لك ايه؟ بيقول لك they change the receptor specificity. يعني ايه؟ يعني بيجي للريسبتور وليكن ان الريسبتور عامل كده، ولينا نتخيل ان الريسبتور عامل كده، يروح هو مبوظ الريسبتور مخليه عامل كده كده مثلا، فالريسبتور ده ما يشتغلش خالص بره الشغل بتاعه عشان الريسبتور شكله اتغير. فهو يا اما يقتل الانتي بودي خالص او الخلايا المناعيه خالص، يا اما يغير الريسبتورز بتاعتها. حلو الكلام لحد دلوقتي، الدنيا بسيطه. فهو بيجي زي ما سيف عمل، او سوري زي ما قلنا في القصه بتاعتنا، جه قتله وهو صغير. فهنا بنقتل الخلايا المناعيه وهي صغيره، واللي هي لسه بتتكون سواء في الثايمس التي سيل او سواء في البوم مارو للبي سيل. طيب ايه تاني عندنا؟ ثواني شباب، عندنا البريفرال تي سيل. طب احنا اتكلمنا على السنترال تي سيل، طب في البريفري خلاص الخلايا دي هربت وبقت في البريفري، ازاي نعمل لها تولرنس؟ بيقول لك التولرنس بيحصل بثلاث حاجات، او التولرنس البريفرال بيحصل بثلاث حاجات، حاجه اسمها انرجي، وحاجه اسمها تي ريجيلاتري، وحاجه اسمها ديليشن. اول حاجه الانرجي. يعني ايه؟ يعني باختصار الخلايا المناعيه دي مش اول ما تشوف انتيجين ايه ده انتيجين انا اروح اقتله، لا، الخلايا المناعيه في حاجات بتستيميليتد، في حاجات بتساعدها. حلو الكلام. الحاجات اللي بتساعدها دي منها السي دي 28 ده. فهنا لو ما كان، لو عندنا السي دي 28 ده ناقص او مش موجود، فساعتها المناعه مش هترد على الانتيجين ده خالص، لان الحاجه اللي بتساعدها او الحاجه اللي بتستيميليتد مش موجوده، اللي هي السي دي 28. ايه تاني عندنا؟ تي ريجولاتري سيل. خلينا نتفق ان في نوع من انواع التي سيلز اسمه تي ريجولاتري سيل بيعمل انهبيشن للتي سيل. تخيل بقى ان هو بيعمل انهبيشن او بيعمل تثبيط للتي سيل الاساسيه، من خلال ان هو من خلال ان هي بتفرز شويه مواد كده زي الانترلوكين 10 او التي سي اف بي. دي طبعا مش موجوده عندكم خالص، لكن مهمه جدا للفهم بس، ان تي ريجولاتري سيل هي بتعمل انهبيشن للتي سيل، فبيحصل تولرنس. حلو الكلام. النقطه اللي بعد كده الديليشن. يعني ايه الديليشن؟ باختصار كده الانتيجين موجود في الدم، والانتي بوديز الانتيجين ده بشكل كبير جدا جدا في الدم، يعني الانتيجين ده موجود في الدم كتير قوي، فقعد يعمل ستيميوليشن 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 للانتي بودي، ويعمل ستيميوليشن للبي سيل ستيميوليشن للتي سيل بشكل كبير جدا جدا جدا. فمن كتر الاستيميوليشنز ومن كتر ان هو بيحفز التي سيلز، التي سيلز بتخش في عمليه اسمها ابوبتوزز، او بتموت او بيحصل لها ديليشن، فساعتها التي سيلز بتموت، فساعتها التي سيل مش هتعرف ترد على الانتيجين. حلو الكلام لحد دلوقتي، الدنيا بسيطه. البريفرال بي سيل توليرنس بيقول لك باختصار ان البي سيل هي بتشتغل بمساعدة التي سيل، ده طبعا في البريفري. البي سيل بتشتغل بمساعدة التي سيل، طبعا التي سيل حصل لها تولرنس فساعتها البي سيل مش هتشتغل. الله أكبر الله أكبر. نرجع في نقطة هنا مهمة جدا جدا جدا، بيقول لك ان بي ان التولرنس بتاع البي سيل بيبقى less complete than التي سيل، يعني البي سيل بيحصل لها تولرنس أقل من البي سيل. يعني ايه؟ يعني مش بيحصل لها تولرنس قوي. حلو الكلام. ف المعلومه دي هتفيدنا بعدين، خلي بالكم بقى حطها في دماغكم، ان البي سيل بيحصل لها تولرنس اقل من التي سيل. حلو قوي. نيجي للنقطه اللي بعدها، خلينا نركز يا شباب الفاكتورز اللي بتاثر على التولرنس. انا هقول لكم قاعده، القاعده دي نخليها في دماغنا. التولرنس هي المناعة القليلة، أو التولرنس قلة المناعة، التولرنس قلة المناعة. أي حاجة هتبقى بتقلل المناعة هتبقى على الهوا التولرنس، أي حاجة بتزود المناعة هتبقى مش على هوا التولرنس.
التولرنس هي قلة ما نحط القاعدة دي في دماغكم، والكلام الجاي ده هيبقى بالنسبة لكم ايزي خالص جدا. أول حاجة immunologic maturity. يعني ايه immunologic maturity؟ بيقول لك مثلا النيونيتس أو الأطفال الصغيرين، المناعة عندهم قليلة ولا كتيرة؟ مناعة قليلة جدا، فهتبقى على هوا المناعة ولا لأ؟ تبقى على هوا التولرنس ولا لأ؟ على هوا التولرنس، لأن التولرنس هو قلة المناعة. حلو الكلام؟ فدي أول حاجة. اللي بعد كده بيقول لك structure and dose of antigen. يعني ايه؟ يعني الستراكشر بتاع الانتيجين والدوز بتاعه بيفرق في التأثير على التولرنس. يقول لك السامبل مولكيولز انديوس تولرنس مور ريدلي ذان ذا كومبلكس، ذا كومبلكس 1. يعني ايه؟ خلينا نتكلم بالمنطق كده. لو عندنا كومبلكس مولكيول، المولكيول ده كومبلكس معقد والتاني سامبل بسيط جدا جدا، مين اللي المناعه هترد عليه؟ هترد على الكومبلكس، صح؟ فهترد على الكومبلكس، اما السامبل هيحصل ان ريسبونسيفنس او المناعه مش هترد عليه، فبيحصل منه تولرنس اكتر. في حاجه هنا ما قلناهاش، سوري، في الاميونولوجيك ماتيوريتي بيقول لك ان هو will accept grafts that would be rejected by mature animals. يعني ايه؟ يعني هو عارفين الجرافتس يا شباب؟ الجرافتس اللي هي مثلا قطعه الجلد اللي بنحطها في المكان المحروق، مثلا لو بنعوض بيها حته الفين اللي احنا بنوصلها في الانستموزس، مثلا لو انستموزس وقعت او شريان اتقطع مثلا، فبنجيب نقطع حته من الفين وبنعوض بيه المكان الناقص، فده الجرافت. بيقول لك الجرافت ده هو طبعا لو جه من بره، فهو او مثلا اتنقل لك يا سيدي كبد، اتنقل لك قلب، فهم بيستقبلوا جرافت. طب لان الجرافت بيرد عليه المناعه بشكل كبير جدا 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 لانه انتج، فهم الانتج التولرنس عندهم عالي والمناعه عندهم قليله، فهيستقبلوا جرافتس او هيستقبلوا اعضاء من بره عادي جدا جدا. نيجي بقى نرجع للاستراكشر والدوز بتاعنا. احنا قلنا ان الكومبلكس مولكيولز بيرد عليها المناعه اكتر، والسيمبل مش بيرد عليها المناعه فبيحصل منها تولرنس اكتر. تاني حاجه، فيري هاي اند فيري لو دوز اوف انتجين. ليه فيري هاي؟ طب فيري لو دوز اوف انتجين عارفين، لان الدوز اوف انتجين قليل فالمناعه مش هترد عليه كويس فهيحصل تولرنس. طب ليه فيري هاي؟ لان هيحصل يا جماعه ديليشن. فاكرين الديليشن اللي حصل؟ سوري، فاكرين الديليشن اللي احنا اتكلمنا عليه؟ ان الديليشن ان بيحصل ستيميليشن 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 للانتي بوديز او للخلايا المناعيه، فبيحصل لها ابوبتوزيس او بتموت او بيحصل لها نوع من انواع الديليشن. طيب نيجي بعد كده لاخر حاجه، the continuous presence of antigen helps to maintain the tolerance. ليه؟ لان الانتيجن موجود على طول، الانتيجن زي ما قلنا في الديليشن، فبيستيميوليت الخلايا او المناعيه بشكل كبير جدا 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 لحد ما يحصل لها ابوبتوزس او تموت. نقطه بعد كده بيقول لك تي سيلز بيكومز تولرنت مور ريديلي اند ريمننت. طبعا زي ما احنا حكينا في السلايد اللي فات ان التي سيلز بيكم مور تولرنت اور بيكم مور ريديلي اور تولرنت مور ريديلي ذان ذا بي سيل. اللي بيحصل لها تولرنس التي سيلز بيحصل لها تولرنس اكتر من البي سيل بشكل كبير جدا جدا. عشان كده لما نيجي في الاوتو اميون هنلاقي ان البي سيل هي اللي بتعمل اوتو اميون، لانها ايه؟ اقل من التولرنس بتاعها اقل من التي سيلز. نيجي بقى للادمنستريشن اوف ان اميونو سبريسيف دراجز. احنا لما نيجي لحاجه ندي اميونو سبريسيف دراجز يا شباب، ندي مثلا ديكساميثازون او واتس ايفر، دي حاجه بتقلل المناعه، فدي ماشي على هوا التولرنس ولا ماشي على هوا التولرنس؟ اكيد. اخر حاجه كروس رياكتنج. يعني ايه؟ خلينا نشرحها باختصار كده. انا عندي انتيجين اسمه ايه وعندي انتيجين اسمه بي، ايه حصل له تولرنس؟ حلو الكلام، حصل تولرنس. بي ما حصلوش تولرنس، فلسه في انتي بودي بيهاجمه، صح؟ فالانتي بودي ده هيروح يقتل البي او يروح يبوظ البي. لكن الاي والاي والبي شبه بعض جدا جدا جدا، احيانا بيبقى الانتيجين ده والانتيجين ده بينهم كروس رياكتيفيتي او الاثنين شبه بعض جدا جدا جدا، فالانتي بودي هيروح يقتل البي وهيروح في نفس الوقت يقتل الاي برضه، مع ان اللي حصل منها تولرانس يا ابني، لكن هي عامله كروس رياكتيفيتي او شبه انتيجين تاني ما حصلش منه تولرانس، فده اسمه كروس رياكتيفيتي. حلو الكلام لحد كده زي الفل. نيجي بقى النقطه اللي بعد كده.
دي صوره بتعبر عن الاوتو اميون ديزيز، اللي هو واحد بيقول لهم اه ده انا منكم، انتوا مش فاكريني. بيقولوا لا ما تسمعوش، روحوا اقتلوه. فاوتو اميون ديزيز باختصار يا شباب عكس التولرنس بالظبط، عارف الكلام اللي احنا قلناه في التولرنس، اقلبه وحطه في الاوتو اميون ديزيز. اوتو اميون ديزيز occurred due to the breakdown of the mechanism that maintained by tolerance. يعني الاوتو اميون ديزيز هو غياب التولرنس، ما حصلش اوتو تولرنس للخلايا بتاعت جسمك. عارفين الخلايا بتاعت جسمك اللي هي المفروض كانت ماتت وهي صغيره، او الخلايا المناعيه كانت المفروض تهاجم جسمك ماتت وهي صغيره، هي ما ماتتش. فاكرين القصه اللي احنا قلناها في الاول خالص دي، اللي هي الخلايا المناعيه زي ما تقول مثلا ان هي بلال، وراحت الخلايا او الانتيجنز بتاعت جسمك، ولو تقول ان هي بلال مثلا هربت استخبت في مكان ورجعت عشان تقتل سمير اللي هو الجسم، او تضرب في الجسم ذات نفسه. حلو الكلام. بيقول لك ايه، ان when this occur auto antibodies، بيحصل auto antibodies بتطلع ضد الخلايا بتاعت جسمك، فبيطلع عندنا auto immune disease. الاوتو immune disease ركزوا يا شباب في الحتة دي قوي، auto immune disease بتحصل بإحدى الميكانيزم دي. أول حاجة sequestrated antigen. يعني إيه sequestrated antigen release؟ إحنا عندنا antigens في جسمك مش بتتعرض للدم، صح؟ صح. مثلا السبيرمز بتاعتك دي في جهاز لوحده، ودي مقفول عليها في لوحدها، هي مش بتتعرض للدم، فمش بتتعرض للمناعة، فما بيحصلهاش auto tolerance. الخلايا المناعية بتاعتها مش بيحصلها auto tolerance، مع إنها antigen. هي antigen ولا مش antigen؟ أكيد antigen. فافرض لا قدر الله حصل لك حادثه والخلايا دي او السبيرمز دي تعرضت للدم، فساعتها الدم او الخلايا المناعيه هتروح تضرب فيها، وده هيكون لي حاجه اسمها اسبرمتوجينيسيس، ودي الخلايا المناعيه هتدخل وتقتل كل الخلايا او الحيوانات المنويه الموجوده، ويحصل مشكله عفم او مشكله انفيرتيليتي. فدي السيكوستريتد اندجين حصل لك يا سيدي، مش السبيرمز، اللينس بتاع عينك مثلا نفس الكلام. التاني حاجة كروس رياكتيفيتي، زي ما قلنا كروس رياكتيفيتي ان في انتيجين حصل له تولرنس، في انتيجين ايه مثلا حصل له تولرنس، وانتيجين بي حصل له تولرنس. فانتيجين ايه المفروض حصل له تولرنس، بس انتيجين بي وايه شبه بعض جدا جدا جدا، فالانتي بودي جاي يقتل بي راح قتل ايه معاه، فده بيجيب لي برضو انتي بودي. زي مثلا يا شباب حاجه لذيذه جدا جدا، عارفين الروماتيك ارثرايتس، الروماتويد فيفر، سوري الروماتويد فيفر، هو عباره عن ان بيحصل كروس رياكتيفيتي بين الستريبتوكوكس. طبعا الستريبتوكوكس اللي انفكشن بتحصل في الحلق عاديه جدا جدا، بس الانتيجين بتاعها شبه جدا للانتيجينز بتاعت الصمامات بتاعت القلب، فالمناعه تيجي تطلع عشان تهاجم الستريبتوكوكس، فتروح مهاجمه الخلايا بتاعت القلب، فيحصل لك روماتيك فيفر. سوري. النقطه بعد كده altered form of antigen، يعني انتيجين كان حاجه وحصل له مشكله بقى حاجه تانية، تغير شكل الانتيجين، فبالتالي بقى التولرنس بتاعه اختفى، فالخلايا المناعيه هتيجي تضرب فيه. البي سيل اكتيفيشن، خلي بالكم يا شباب ان البي سيل هي اللي بتطلع لنا البلازما، هي اللي بتطلع لنا الانتي بودي. فلما يحصل حاجه تعمل للبي سيل ده اكتيفيشن او بتحمسها اكتر، فهتطلع لنا بلازما كتير، فهتطلع لنا انتي بودي كتير جدا جدا، فالانتي بودي يروح يضرب في الجسم. اخر حاجه فيلير اوف تي ريجولاتري سيل، فاكرين تي ريجولاتري سيلز كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل انهبيشن للتي سيل. فلو لو حصل لها فيلير، فمفيش حاجه هتعمل انهبيشن للتي سيل، فالتي سيل هتروح تضرب الجسم. حلو الكلام لحد كده؟ الدنيا حلو. نيجي بقى ان في تايبس اوف اميونيتي يا شباب، في هارمفول وفي بينيفيشال. الهارمفول يا اما اورجن سبيسيفيك يا اما نون اورجن سبيسيفيك. نيجي بقى للهارمفول اميونيتي، عندنا نون اورجن سبيسيفيك زي ايه؟ زي السيلي او سيستميك لوبس اريثروماتوسيس يا شباب. خلينا نعرف كام معلومه كده عن الموضوع. هو بيجي في مالتيبل سيستم، يعني في كذا سيستم مش سيستم واحد، كاركترايزد باي ريميشن اند ريلابس. يعني ريميشن بيحصل له، بيجي في حاله نوبات يا شباب، يعني بيجي ويروح، الاعراض بتاعته بتيجي وتروح. خلي بالكم من الحته دي يا شباب، الجينيتك فاكتورز اسوشيتد وذ هيومن ليكوسيتيك انتيجين دي ار 3، دي ار 3 عشان بتيجي ام سي كيو، هي الجينيتك فاكتور بتاع السيلي ايه او بتاع سيستم كلوبس ايه،
associated with human leukocytic antigen DR3. بيقول لك more common in females ده اكيد. الاوتو انتي بوديز اللي بتطلع انتي دي ان اي انتي فوسفوليبيدز، يعني دي انتي بوديز بتضرب في الدي ان اي، بتضرب في الفوسفوليبيدز، بتضرب في البلاتليتس. النقطه اللي بعد كده الروماتويد ارثرايتس. الروماتويد ارثرايتس خلي بالكوا لما تيجي للجينيتك فاكتور بتاعه هيبقى هلا دي ار 4، فاكرين السيلي كان دي ار 3، خلي بالكوا عشان تيجي ام سي كيو. طبعا بيضرب مالتي سيستم، وبيضرب الارتكيولر سيستم او بيضرب المفاصل، واكسترا ارتكيولر سيستم بيحصل مشاكل في الاكسترا ارتكيولر في كذا حته في الجسم. بيقول لك هرمونال فاكتور، عنده هرمونال فاكتور الروماتويد ارثرايتس. بيقول لك حاجه لذيذه جدا، بيقول لك الروماتويد فاكتور، عارفين ان الخلايا المناعيه او الانتي بوديز بتاعتنا فيها اي جي جي واي جي ام والكلام ده. الروماتويد فاكتور ده باختصار ان في اي جي ام انتي بوديز اجنس الاي جي جي، يعني الاي جي جي بتاعتنا اتكونت ضدها اي جي ام. فده دايجنوستيك للروماتويد ارثرايتس، بتاخدوها بتفصيل جدا جدا في البطنه يعني. بيقول لك بقى البنفيشال اوتو اميونيتي. طب احنا اتكلمنا على الهارمفول، البنفيشال ايه؟ البنفيشال باختصار الريموفال اوف اولد ار بي سيز. يعني يا شباب الار بي سيز لما تيجي، الار بي سيز زي اي حد، الار بي سيز بيحصل ليها وقت معين وبتعجز وتموت. لما تعجز الار بي سيز بيتكون عليها حاجه اسمها زي باند. بيتكون عليها ايه يا دكاتره؟ زي باند. الزي باند ده بيخلي شكلها او بيخليها معرضه للمناعه بشكل كبير، فالمناعه تيجي تقتلها. فدي حاجه مفيده ولا مضره؟ دي حاجه مفيده جدا لان بتخلصنا من خلايا العجوزه. حلو الكلام، حلو الكلام. تاني حاجه بيقول لك ريكوجنيشن اوف ام اتش سي 1 وام اتش سي 2. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الام اتش سي ده حاجات في الدم يا شباب، حاجات في الدم عندنا زي مثلا ولنقل الحاجات دي عامله كده في الدم، فالخلايا فدي تعتبر انتيجين، فالخلايا المناعيه بتيجي تضربها. لكن بيقول لك الام اتش سي دي بتبقى ماسكه في فورين بودي، بتبقى ماسكه في ايه؟ في فورين بودي. فالخلايا، فالمناعه لما تيجي تضربها هتروح ضربه الفورين بودي، الفورين بودي سوري، وتقتله برضه. فدي حاجه مفيده ولا مضره؟ دي حاجه مفيده جدا 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 جدا. فالريموفال اوف ار بي سيز والريكوجنيشن اوف ام اتش سي من الحاجات المفيده بتاعت الاوتو اميون ديزيز او الاوتو اميون رياكتيفيتي. نيجي بعد كده للميكانيزم بتاع الاوتو اميون بقى. بص انا مش عايزكم تعرفوا اي حاجه من السلايد ده خالص، مش هو سيبكم من الكلام ده. بيقول لك ان تايب 2 من الاوتو اميون ديزيز اللي هو سايتو توكسيك رياكشن، بيجي المثال بتاعه هيموليتيك انيميا. مثال بتاعه هيموليتيك انيميا، مثال بتاعه هيموليتيك انيميا. اميون كومبلكس ديبوزيشن او تايب 3، عفوا دي تايب 3 يا شباب مش تايب 2. اميون كومبلكس ديبوزيشن تايب 3 في السيستميك لوبس والروماتويد ارثرايتس سوري، السيستميك لوبس والروماتويد ارثرايتس. ان تايب 4 بقى بيحصل في الالسرتيف كرايسيس، بيحصل في الالسرتيف كرايسيس. لكن الكلام الفارغ الباقي ده مالكوش دعوه بيه، احفظوا بس الامثله على كل نوع. هاو تو دايجنوز بقى، احنا هنشخص الكلام ده ازاي؟ عرفنا ان الموضوع سيريس والموضوع كذا كذا كذا، هنشخص الموضوع ازاي بتاع الاوتو اميون ديزيز؟ خلينا متفقين ان احنا هنلاقي في الدم حاجات مهمه جدا. اول حاجه السيرم اميونوجلوبينز، اميونوجلوبينز اللي هي الانتي بوديز، فطبيعي جدا الانتي بوديز هتبقى عاليه في الدم، ده حاجه اي بي سي. اوتو انتي بودي، انتي بوديز يعني ايه اوتو انتي بوديز؟ يعني هنلاقي في الدم حاجات انتي بوديز ضد حاجات في الجسم، زي مثلا ضد النواه، انتي نيوكلير، انتي سموث ماسل، يعني حاجه انتي بوديز ضد العضلات بتاعتنا، انتي بوديز ضد الميتوكوندريا، انتي بودي ضد حاجات جوه جسمنا، فهنلاقي اوتو انتي بوديز. بيقول لك تيستنج فور انتي بوديز سبيسيفيك تو بارتيكولر انتيجين انفولد اورجن سبيسيفيك انتيجين، يعني هنلاقي انتي بوديز ضد حاجه معينه في الجسم، ولنقل مثلا ان هي انتي ثيرويد انتي بودي، انتي ثيرويد انتي بودي. احنا عدينا حاجة بتاعت الثيرويد اعتقد، حاجة صغيرة كده هتأكد واقول لكم. اوكي انتي ثيرويد انتي بودي. النقطة اللي بعدها بيقول لك كومبلمنت ليفل هتبقى ديجريز. يعني ايه يا شباب؟ الكومبلمنت ده هو حاجة في الدم، ماشي، حاجة ماشية في الدم. كومبلمنت ده حاجة ماشية في الدم بيساعد في العملية المناعية، يساعد في العملية المناعية. فشايف جسمك في العملية المناعية في جسمك
عالية جدا جدا جدا. فالكومبلمنت ده بيتم استنزافه، يتم استنزافه، فساعتها هتلاقيه في الدم عالي ولا قليل؟ هتلاقيه قليل جدا، لانه بيتم استنزافه في العملية المناعية. immune complex may be detected in serum، طبعا هتلاقي immune complex اللي هو antibody antigen موجود في السيرم. biopsy from organs may show immune complex deposition or lymphocyte infiltration، طبعا لو خدنا biopsy من اي organ هنلاقي فيه auto antibodies. اخر حاجة بيقول لك بقى elevation of ESR، طبعا الـ ESR والـ CRP يا شباب دول حاجات بتبين ان في inflammation في جسمك، ودول غير محددين الـ inflammation فين. يعني لو لقيت سي ار بي او اي اس ار في دمك هنقول ده اوتو اميون ديزيز؟ لا اكيد، لكن هنقول ان في انفلاميشن. فاحنا بنحدد البروجنوزس بتاعه المرض بالسي ار بي والاي اس ار، مش التشخيص، البروجنوزس بس. نيجي للمانجمنت، دي اخر حاجه معانا، الانتي انفلاماتوري دراجز. طبعا احنا المناعه هيجه، المناعه بتضرب في الجسم، فاحنا هندي حاجات تقلل المناعه زي كورتيكوستيرويدز مثلا. بيقول لك اميونو سبريسيف سايتوتوكسيك دراجز زي ايه؟ زي الاذى، بنسميه الاذى او اذى ثايوبرين، و او نعمل حاجه اسمها بلازما فريزز. يعني ايه بلازما فريزز؟ يعني ان احنا نعمل اكسشينج البلازما، البلازما بتاعتك بناخدها منك وبنديك بلازما تانية عشان نريموف اي اميون كومبلكس موجود في البلازما بتاعتك او اي خلايا مناعيه مش عايزينها. حلو الكلام، حلو الكلام، بس لحد كده. بس كده يا شباب، دي كانت المحاضره، اتمنى تكونوا الدنيا لذيذه بالنسبه لكم. ف that's it، thank you so much for having me، ربنا يوفقك يا رب. معلش يا شباب احنا نسينا الحته دي، خلينا نقولها مع بعض. harmful immunity اللي هي فيها organ specific، احنا قلنا ان organ specific زي السيلي وزي rheumatoid arthritis. organ specific زي مثلا هاشيموتو، هاشيموتو ده ديزيز، ده بيجي في الثايرويد، ثايرويد جلاند، بيحصل انتي ثايرويد جلوبيلين انتي بوديز، الثايرويد جلوبيلين اللي موجود في الثايرويد جلاند بيحصل انتي بوديز ضده. مايكروزومال انتي بودي ده نوع من الانتي بوديز بيطلع عشان يموت الخلايا الميته من الثايرويد. نيجي بعد كده الميثينيا جريفز، ودي طبعا مرض مشهور جدا جدا، بتطلع ضد الاسيتايل كولين ريسبتورز، بتيجي للاسيتايل كولين ريسبتورز وبتكسر فيها، فده مرض مشهور جدا جدا هتاخدوه في الماسكروسكليتال. استرايدد ماسل انتي بوديز يعني خلايا العضلات بتاعتك بيحصل لها او بيتكون ضدها انتي بودي. سوري، تايب 1 دايابيتس ميليتس، طبعا انتوا عارفين دي دايابيتس ميليتس، الجينيتك فاكتورز بتاعته خلي بالكم يا شباب، الهاله 3 و4، فاكرين السيستميك لوبس احنا خدنا 3 بس، الروماتيك ارثرايتس 4 بس، ف الهاله هنا 3 و4. حلو الكلام، خلينا اتاكد كده ان السيستميك لوبس 3 والروماتيك ارثرايتس 4. خلي بالكم يا شباب ان ده بيطلع ضد كل حاجه، يعني انتي بيتا سيل، انتي انسولين، انتي انسولين ريسبتورز، كل الحاجات دي. حلو يا شباب، زي الفل كده.